عملنا جميع دولة ومواطنين مجهود كبير لمحاربة وباء كورونا، لكن كل ما عملناه باقي ما كافيش، وخصنا جميع سواء كنا ملقحين أو ما ملقحينش ما نترخاوش. راه الإنسان يقدر يكون ملقح ويحمل الفيروس ويعادي ناس أخرين، ولازم نزيدوا في الإجراءات الاحترازية، استعمال الكمامة بطريقة صحيحة ووضعها فوق الأنف والفم، تطهير اليدين بالماء والصابون أو بالمحلول الكحولي، احترام التباعد الجسدي، اجتناب تجمعات غير الضرورية. كلنا مسؤولين على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ولازم علينا نشاركوا في الحملة الوطنية للتلقيح باش نوصلوا للمناعة الجماعية ورجعوا لحياتنا العادية. وما تنساوش العدوى بكورونا مازال كاينة، وباش نمنعوا انتقال الفيروس كطلب وزارة الصحة من أي شخص ظهرت عليه علامات مفاجئة بحال السخانة، حريق الرأس، الكحة، العطيس، العياء أو علامات أخرى يتعزل ويبعد من أفراد عائلته وما يتصل حتى بشي واحد آخر، يتوقف مباشرة على أي نشاط وما يمشيش للخدمة، يمشي لأقرب مركز صحي باش يستافد من الاستشارة الطبية، يتبع مزيان الدواء اللي عطاه الطبيب، يلتزم بالعزل الفردي ويبقى بوحده وما يخرجش من الدار ديالو حتى يكمل الدواء ديالو. وإلا ما تحسنتش حالته وزاد عليه الحال وظهرت عليه علامات جديدة خاصو يمشي لأقرب مستشفى. فيروس كورونا كينتقل بسرعة وبسهولة، وكلنا مسؤولين نحميو نفسنا، وراه الوقاية خير من العلاج.